مساء الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام وحلقه جديده من يلا يا اهلي. الحقيقه تعادل سلبي محبط جدا قدام البنك الاهلي، مباراه كانت في المتناول قدام فريق لسه صاعد حديثا للدوري الممتاز، لكن الحقيقه الماتش كان فيه كلام كتير جدا يتقال، بدايه من التشكيل اللي حطه مستر بيتسو موسيماني، وكان فيه كلام قبل المباراه يا ترى وليد سليمان بيلعب اساسي ليه، وهل هيكون راس حربه ولا هيلعب جناح. الحقيقه يعني سوء الحظ كمل بان وليد يتصاب بالفعل في الشوط الاول ويخرج، ونخسر ورقه مهمه جدا من لاعبتنا، ربنا يستر بس وما تكونش الاصابه دي طويله ويبعد عننا فتره كبيره في المباريات الكتير اللي احنا داخلين عليها، سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا او حتى كاس العالم للانديه. الحقيقه التشكيل كان فيه علامات استفهام في بدايته، لكن الشوط الاول مجمله جه كان في صالحنا، كان فيه فرص كتير جدا وحاولنا نستغل الرياح اللي كانت معانا والمطر اللي ما كناش متعودين عليه قوي هنا في الدوري، وكنا بنلعب على الشوط من بره ال 18. شفنا الحقيقه الفرقه تقريبا كلها بتسدد تسديدات بعيده المدى، لكن كلها كانت بعيد عن المرمى. شفنا كانت اخطر حاجه تقريبا تسديده لوليد سليمان وواحده ثانيه لعلي معلول، لكن حارس المرمى قدر يتعامل معاهم. غير كده ما كانش في خطوره حقيقيه للنادي الاهلي على البنك الاهلي. الشوط الثاني بقى أجرينا شوية تغييرات كده وتعديلات على الفرقة عشان نرجع للمباراة ونحاول نسجل هدف الفوز، وشوفنا حسين الشحات بيرجع يلعب باك يمين بعد ما خرج محمد هاني ونزل مكانه محمد شريف عشان نزود الحتة الهجومية، لكن برضو استمر سوء الحظ واستمر التكتل الدفاعي العجيب من كابتن محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي اللي لعب مباراة دفاعية بحتة وقدر إن هو يخرج بنقطة من ماتش النهاردة. الحقيقة يعني الماتش كان فيه كلام كتير، لكن النقط الأهم اللي عايزين نقف عندها هو أداء حكم مباراة النهاردة. شفنا فيه كورتين كانوا مثيرين للجدل جدا، وفي شكوك كده على إن هل ده تربص للنادي الأهلي. شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم بعد المباراة على قناتنا بيقول إن في كور مشابهة لفرق منافسة اتحسبت لها جوال بنفس الطريقة دي. كورة أيمن أشرف الجول اللي جابه شفنا كده الكورة كانت عالية وهو داخل على الكورة، المدافع بتاع البنك الأهلي وقف ووطى، وأيمن أشرف كان رايح على الكورة بالهيد لعبها بالفعل ودخل الجول. الحكم وقف اللعبة ورجع شاف الفار وأكتر من مرة في الإعادة، لكنه تمسك برأيه بأن الكورة مش هدف ولغى الهدف الأول للنادي الأهلي. لكن نرجع عند الكرة دي، في الماتش نفسه كان في كرة زيها بين أحمد علي وبدر بنون في نص الملعب. أحمد علي مهاجم بنك الأهلي وقف كده وعمل أنطرة زي ما بنقول يعني بلغة الكرة، وبدر بنون كان جاي من وراه مندفع ووقع بدر بنون ولعب الكرة، والحكم حسب فاول على أحمد علي اللي هو كان موطي. جينا بقى في كرة الجون حسب الخطأ على محمد هاني، على قصدي أيمن أشرف اللي هو بيلعب الكرة بالهيد، واللي موطي هو اللي خد الفاول. يعني هو نفس اللعبة تقريبا وقرارين مختلفين، واحد حسبه للنادي الأهلي والتاني المفروض للنادي الأهلي ويتحسب جول أو ركلة جزاء، حتى حسبه خطأ على أيمن أشرف ولغى هدف صحيح للنادي الأهلي. كرة تانية هي كرة لمسة اليد اللي قفشة يعني تسبب فيها كده بلمسة يد لمدافع البنك الأهلي جوه منطقة الجزاء، الحكم بالفعل وقف ورجع شاف الفار، وكانت باينة جدا في الإعادة إن هي جت في إيد المدافع وبعد كده ردت في إيد قفشة، لكنه هو قرر إن الكرة ما فيهاش حاجة وعدى اللعبة وما حسبش حتى خطأ ولا من بره لمسة يد ولا من جوه ركلة جزاء وكمل اللعب عادي. إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا، إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في فرقتنا، وإن هم يقدروا إن شاء الله يحافظوا على لقب الدوري السنة دي رغم كل اللي بيحصل ده. كل ماتش بنشوف فيه كورة أو كورتين غريبة الحقيقة مش قادرين نفسرها، لكن إحنا عندنا ثقة في لاعبتنا في الماتشات اللي جاية، وسواء بنأدي بشكل كويس أو ما بنأديش أحسن حاجة، فإحنا إن شاء الله عارفين إزاي الدوري بيتكسب. نتمنى مستر بيتسو موسيماني يكون عارف ده كويس زي ما إحنا هنا عارفين، ودايما الدوري ده يعني بنقول دي البطولة المفروغ منها بالنسبة للنادي الأهلي بنحصل عليها، سواء كنا بنأدي بشكل حلو أو مش أحسن حاجة بنقدمها. بنتمنى إن شاء الله التوفيق لفرقتنا قبل الاستحقاقات اللي جاية، وعايزين ما نوقفش كتير عند ممكن يكون مستر بيتسو موسيماني مش موفق النهاردة في أجزاء من المباراة، لكن الحقيقة لو بنبص على مجمل المباراة الفريق أكثر استحواذ 75%، يعني دي نسبة عالية جدا. الفرقة اللي قدامنا البنك الأهلي يعني مع كل الاحترام ليها والكابتن محمد يوسف يعني بيقدموا مباراة كانت متواضعة جدا. سوء الحظ اللي كان بيطاردنا في الفرص الكتير اللي ضاعت، لكن الحمد لله ان المباراه عدت وما كملش سوء الحظ بان احنا نخسر النهارده بهجمه مرتده او خطا دفاعي او اي حاجه. الحمد لله الدنيا مشيت، مش عايزين نقف عند الماتش دوت والتعادل، في ماتشات كتير جايه وان شاء الله نقدر نعوض ونحقق نتائج احسن. احنا التعادل بالنسبه لنا
هزيمة، عارفين الكلام دوت. احنا مش بنقول يعني نفرح بالتعادل، بس بنقول الحمد لله ان هي جت على قد كده والمباراة مشيت. نروح بقى لكاس العالم للأندية، اللي هو الشغل الشاغل لمستر بيتسو موسيماني، اللي بيحاول يجهز كل الفرقة عشان القوة الضربة تكون جاهزة في المونديال. مبدئيا كده النادي الأهلي حدد يوم 28 يناير الجاري عشان السفر لقطر كموعد مبدئي للسفر للمشاركة في كاس العالم. مش عارفين لسه الميعاد ده هيتغير ولا لا، بس الموعد المبدئي هو يوم 28 يناير ان شاء الله. عارفين البطولة هتبتدي في اول فبراير المقبل. بنتمنى التوفيق لفريقنا في مشاركته السادسة في البطولة. ان شاء الله نعوض التعادل اللي حصل النهاردة بفوز كبير على المقاولين يوم الخميس اللي جاي على ملعبنا الاهلي، والسلام ويلا يا اهلي.